يخرج المستقبل للسياسة للحاكم قبل أكثر من انتخابات البرلمان. ذكرت رئيس الوزراء على حكومة الائتلاف التي شكلناها معه، وشرحت له بأننا سنحل الائتلاف بعد هذا الائتلاف الوطني. تفيد الأنباء بأن مجموعة من أعضاء البرلمان في بريطانيا يدرسون سبل إيجاد مخرج مناسب إذا رفض البرلمان الاتفاق المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي كما هو متوقع، ويخطط هؤلاء لتقديم تشريع يجعل مغادرة الاتحاد بدون اتفاق أمرا غير قانوني. في هذا الخبر في جزئيته تنتهي نشرة الأخبار تتمها لحضراتكم من البي بي سي في لندن. المزيد من التفاصيل على موقع بريطانيا عربي دوت كوم، ونلقيكم على رأي الأحكام المقبلة في نشرة مفصلة جديدة بإذن الله.